الأمة مشتغلة بحالها وفي نفسها، وأهل البدع يخططون في الخفاء لكي ينتهزوا الفرصة المناسبة. ما الذي خرج؟ خرج الضحاك ابن قيس الشيباني الخارجي، وليس الضحاك ابن قيس الفهري الذي مضى. كيف خرج؟ كان هناك رجل كما قال ابن كثير رحمه الله يقال له سعيد ابن بهدل، وكان من الخوارج، اغتنم غفلة الناس في زمن الوليد بن يزيد الفاسق، اغتنم فالتف حوله أعداد هائلة. فما الذي جرى؟ الذي جرى مات سعيد بن بهدل فولى من بعده الضحاك ابن قيس. الضحاك ابن قيس لما اجتمعت عنده تلك الجموع إذا به يحاربه مروان. فما الذي جرى؟ قتل الضحاك ابن قيس الخارجي، قتل، رؤوس تتدلدل هكذا. فما الذي جرى؟ إذا برأسه يطاف به في مدائن الجزيرة بأمر مروان. كما أسفت لكم ليس هناك إلا جزل للرؤوس، أعوذ بالله، أعوذ بالله.